تحت شعار الحفاظ على رياضة الأجداد والتعريف بالتراث، انطلقت بمحلة إنجار ببلدية وادي عتبة الدورة الأولى لمهرجان إنجار للتراث والثقافة، بمشاركة العديد من أندية المهاري بالجنوب الليبي وعدد من جمعيات التراث والمشغولات اليدوية. طبعاً المهرجان جاء بفكرة أن المهرجان من فترة طويلة لم نتمكن من إقامة مهرجان داخل منطقة إنجار، وتو حاليا تنادوا الشباب وبذلوا جهد غير عادي طبعا لإعادة المهرجانات وإحياء التراث والمحافظة عليه قبل لا نفقدوها وتريح منا ما عشنا نصموها هنا. حضر حفل الافتتاح عميد وأعضاء المجلس البلدي والأجهزة الأمنية المختلفة وأعيان وحكماء البلدية ولفيف من المواطنين من مختلف مناطق الجنوب، وتضمن إقامة سباق المهاري بمسافة 15 كيلومترا وافتتاح معارض التراث والموروث الثقافي وبازار لتسويق المنتجات اليدوية. هدف من قيامة هذه المهرجانات هو التعريف وأيضا الدعاية والتسويق، لأن مفهوم السياحة عندنا هنا في الجنوب مفهوم يعني صناعة بالإدخال، أي معناها الاستفادة الاقتصادية والتعريف الموروث الاقتصادي، لأن فزان هي واحة من واحات السياحة واحة من واحات السلام، ونأمل أن تزدهر وتعود فزان لحركتها السياحية السابقة لتكون موجود اقتصادي وللتعريف بالمقومات السياحية والموروث هذا الشعب في هذه المنطقة. يهدف المهرجان إلى الحفاظ على الموروث الثقافي للأجداد والتعريف بالتراث الشعبي الذي تزخر به محلة إنجار، والتي لم تشهد هذا العرس الثقافي منذ 28 عاماً.